بنطلون شارلستون برضو كان عامل لك مشكله طبعا، عشان بس ما اعرفش بنطلون شارلستون اللي هو بيبقى مفتوح قوي ده من تحت. طبعا معظم الجمهور ما يعرفش، الجيل ده ما يعرفش يعني. في السبعينات ايوه بالظبط، وفي موسيقى اسمها شارلستون. وده الفرقه عزفت بالظبط. وده كان يعني موضه انتوا تشوفوها بالافلام بقى القديمه بتاعت السبعينات. تشوفوا النجوم والنجمات لابسين بنطلونات ضيقه من فوق وبعدين تيجي من تحت فرشه كده يعني مثلا. وكان جوريلا سكرت انت ماشي في سكرت فجاه بتطلع. وكانوا الشباب يتنافسوا يوقفوا كده ويقولوا مين بنطلونه هو الشارلستون بتاعك كام، يقولوا 35، يقول له انا عندي ال 40. فيبقى يعني كان المقياس انه الشوز ما يبانش، انه يبقى نازل كده ومغطي الشوز. كنت بتلبسهم دول؟ بالنسبه لابويا كان لبس ده عباره عن فضيحه اخلاقيه يعني. يعني والله العظيم كان يعني بالنسبة له أنه يعني لو ابنه لبس هذا اللبس فحيبقى يعني مخنس أو يبقى حاجة يعني والعياذ بالله، يعني ممكن الواحد يتبرى منه. فأنا ما كنتش بلبس، كنت بلبس بنطلونات نازلة زي السيجارة كده وضيقة من تحت. وهم الحقيقة مش بنطلونات، بنطلونين يعني فقط، واحد قديم وواحد جديد. هو في اثنين بس. فبعدين صاحبي ده اللي اخدني على الحفله قال لي ابويا جاب لي قماشه علشان اعمل فيها بنطلون، والقماشه دي كبيره، فايه رايك انا وانت نروح الترزي ويعمل لنا بنطلونين، هتكفي بنطلونين. قلت له كويس وماله. رحنا عند الترزي فاخد قال نعملها 27، قالوا لا 30، لا 32، فحملنا حاجه بالظبط حاجه 35 34 حاجه. فبعد حوالي اسبوع خلصت، رحنا عند الترازي قسنا واخد، فانا انسحرت كيفت انه كل زمايلي في المدرسه لابسين تقريبا نصهم لابسين اللبس ده وانا عاوز ابقى مع الجيل يعني. فابتديت اخبي البنطلون ده في الشنطه، لما اخرج من البيت البسه واروح فيه المدرسه فوق بنطلوني الضيق. ولما ارجع البيت لو انا متاخر عارف ان ابويا مثلا في البيت، فانا قالع البنطلون واحطه في الشنطه اخبيه. فيوم الايام انا مفاكر ان ابويا في الشغل، فدخلت البيت قمت لقيت ابويا موجود. فبص كده بص لي كده بص البنطلون، قال لي ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ليه بتعمل كده فيا؟ ليه كده؟ طبعا كانت علقه.